اليوم ال كيفك جورج؟ ابو طلال كيفك؟ شو اخبارك؟ كيف صحتك؟ تفضل كمل كمل يا ناس. اوكي اليوم الاكل مثل ما قالوا لي السوشي. طيب الشوسي منيح شوسي. هلا رح نبلش بالطاوله بالنتيجه يعني بتمنى انه تنال اعجاب المشاهدين. جاي جاكيشان يعني ولا مش حيجي من الصين اليوم؟ ولا انه قصدي معزوم هو عشان هلا بدي اياك تساعدني لانه مش رح اقدر اخلص لوحدي. يلا تفضل. يلا هيدا البصل الاخضر بيستعملوه دائما بالاكل الاجنبي. كيف نحن عنا البصل الاخضر بتجي ورقته هيك عريضه، بس هيدا البصل الاخضر بيعطي نكهه ولا اطيب، خاصه مع اشياء سمك الني او الاكلات المميزه مع السلطه مع الترين مثلا او مع الفقره السجق. بس لا اكيد عم نحكي مع الترين مع الفقره. شو بك ابو طلال؟ اهلا اهلا اهلا. كيفك؟ شو قبل جيت على البيت؟ ايه ما اليوم انا ضيف، بس قلت احسن ما مثلكم مثل العادي يعني يجي الضيف الاول ياخذ الجو كله يقطفها. انت جاي تاخذ الجو عن وئام وهاب، صعب ينطط، بس شو حلوين ميرسي كثير. نستضيف باستوديو العالم والمؤرخ والسياسي والانثروبولوجي الكبير ابو طلال. ابو طلال مساء الخير. انبولوجي مين؟ شخصية كوميدية قدرت بفترة قصيرة تفرض نفسها على شاشة التلفزيون. أبو طلال الصيداوي هو تراكم لتجربة وبحث سنوات أمضاها الممثل وسام سعد عن شي أن أن والتجربة المصرية والتهديدات بين صيدا وحي جهنم بالقاهرة. شو بيقول سعد اليوم؟ بطلب من الشعب اللبناني يكونوا إيد وحدة، ما تردوا على حدا، كله كذب كذب، الحقيقة بتكمن وبتكون بالعيش المشترك بالإيد الوحدة. أبو طلال ضيفنا عنده عم تحكي أنه جيت قبله بدي أنا عليه. هو عنده مواقف ساخنة وملفات حامية، شو محضر له؟ ما أنا نفس الشيء براليل ماشي معه لضيفكم. كيفه يعني طلال؟ عندي... كيفه طلال؟ خبرني طلال. طمني وين طلال؟ الحمد لله امبارح طلع عليه كم يوم، بس الحمد لله ما صار شيء يعني جرح بس بس كم يوم؟ بس كم يوم. شايف ريشار كيفه كريستوفر؟ بجنن بجنن. بسلم عليكم. عسيرة طلال وكريستوفر، مرة إجا ياسر عرفات الله يرحمه على لبنان، ففي شخصية سياسية كثير كبيرة، سألوا ما بدنا نذكر اسمها، سألوا لأبو عمار كيفك ابو عمار؟ كيفه عمار؟ خبروني انه كثير شاطر بالمدرسه ومبدع بالمدرسه وكله، وهو ما عنده لا عمار ولا شيء يعني، فهيك صارت يعني. فكيفه طلال؟ الحمد لله طلال منيح، عم نحضره يعني مبدئيا ان شاء الله بالانزا فيوتشر طلال حيكون بده يستلم وراك، يستلم عنك المفروض. عم حضره هلا. اي نعم هو غبي، بس انا عم حضره عم بشتغل عليه يعني. طيب بعده عم يجيك تهديدات هلا؟ لا هلا كثير بهددوا يعني، لفتره قريبه اجاني تليفون تهديد، بس انا ما بهتم يعني هيدي. بتعرف انت شو بيقولوا لك يعني؟ دائما السياسه لها ضريبه، واقف عند حدك والا ايه بيقولوا لي ما تفتح الملف فلان، ما تفتح كذا، الثورات اللي عم بتصير، زواج البرنس ويليام هلا على اساس انت يعني شخصيه كثير اساسيه ورايك يعني ممكن يهز هيك الامن القومي انا بعطي الحقيقه اللي من الشعب دغري من الشعب هني ولا ما بيجيبون؟ اكيد بس من الشعب يا العالم دغري. شايف شو المنيو اليوم؟ اول شيء ربع ذكرتيني بايام الطفوله بهاللون الحلو اليوم اللي لبستيه. بدي اقول لك بس هالرده بالفرنسي نحن وزار كنا نقولها، جام دو شوز توا الى روز لا روز بور انجور مي توا بور توجور. تتذكري؟ الله الله يعني بقول لك عم بدرب عليك، عم بدرب عليك. خبرنا شو اليوم رح يكون عندنا؟ منيو ياباني سوشي رح يكون مسيطر على الوضع، رح نضيفهم كمان سومو تارتار، ورح يكون في عندنا الدسير بابا اروم اللي هو بيعطي نكهه طيبه كثير من بعد السمك الني. اوكي لانه ضيوفنا وئام وهاب، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك ديما صادق. ويلكم ويلكم. مادلين مطر يا عين. سليم عساف بتجنن. دارين حمزه وابو طلال اللي وصل اول واحد، كنا داعينه اخر واحد اجى اول واحد. سألني وين الاكلات والجو كله، سألني وين الاكلات وبعد ما انا والله طيب انا رح اترككم تحضروا بما انك بالمطبخ، وعندي شيء هيك تليفون صغير بدي اعمله وارجع. يلا تفضل. اوكي حاضر. بدك تبرشها شوي على السريع قد ما فيك برشها، لانه بدنا كميه بعد عنا الكابر كمان. ايه برشها برشها بعد 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 كله هذا بتعمله انا ابو طلال اليوم؟ لا هي هلا هون كله بطيء كثير بطيء بشغلك. وين؟ بس افتح الباب. طب يلا اهلا اهلا. مرحبا كيفك؟ كيفك؟ شو اخبارك؟ منيح تمام؟ اهلا 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 مع الوزير. كيفك؟ اهلا وسهلا فيك، نورت نورت. شو محضر؟ نورت بوجودي بوجودك. تفضل. غير شكل ياباني. طيب مطلوب جاي هلا من اليابان. يا اهلا وسهلا، هدول الي. ليش انت ماخذهم؟ كيفك؟ كيف صحتك؟ ماشي الحال؟ يا اهلا وسهلا، ميرسي كثير.
ليلي السياسية اللي قدروا يخلقوا حالة خاصة، بس وئام وهاب قدر. ثوابته ما بتتغير، بس أصدقائه وخصومه قصة تانية. سياسي محنك، صحافي جريء، مثقف مرهف، كتار من اللي بيختلفوا معه بيتسمعوا له لما بيحكي، لأنه نكته دايماً حاضرة أو لأنه بيكشف أسرار. ابن الجبل اللي ثار على الإقطاع، اليوم ثورته وين وعلى مين؟ أنا بس عم بعمل صحن بيض وبطاطا وجاي. بس يلا بيض وبطاطا؟ أوكي. مع السامبلاوي والشوسي مع السنيورة الشوسي مع السنيورة بعد الأكل بياكل سنيورة عامل رجيم صار لي بطاطا فريتة والله نازل شي. مش حرق على هالملفات السياسية الحامية وهالشكات اللي عم تطلع كل يوم على ال لا تشكات بتنصح ما بتضعف بالعكس بتحرق أعصاب بتحرق أعصاب غيري مش أعصابي بتحب تحرق أعصاب غيرك؟ لا مش هيك قصدي لا منه هيك قصدي بس اذا في حقيقه معينه توفرت لي بحكيها. طب نحن اليوم بدنا نهدي لك اعصابك ونهدي اعصابنا معك مع الموسيقى. شو رايك نسمع هيك في كم سيدي حضرت لك اياه هون فبركي بتختار منهم الغنيه او السيدي اللي انت بتحبه. هلا جوليا في ايه في كتار بس انت يمكن اخترت جوليا. جوليا بحبها. اوكي اي اغنيه من جوليا هات نشوف. بتحب لها كل اغانيها لجوليا؟ بحبها لها يعني بحبها لها. شو ما غنت حب وطنيه كل شيء بحب المطرب هي مطربه محترمه يعني كبيره وعندها قضيه بحب اللي عنده قضيه عاده. اي اغنيه استاذ وئام حبيت او بتحب تسمع هلا؟ يلا سمعينا احبائي. احبائي بنسمع احبائي يلا انا كمان كثير بحبها. أحبائي استمعت إلى رسالتكم وفيها العز والإيمان فأنتم مثل ما قلتم رجال الله في الميدان. استمعت إلى رسالتكم وفيها العز والإيمان فأنتم مثل ما قلتم رجال الله في الميدان ووعد صادق أنتم وأنتم نصرنا الآتي وأنتم من جبال الشمس عاتية على العاتي. أول صورة بتخطر على رأسك لما تسمع يعني شفتك هيك سرحت؟ بتخطر برأسك صورة مجموعة من الشباب اللي بيعطوا بدون حساب بيعطوا وطنهم بدون حساب وعطول ما بيفكروا هني كيف يربحوا بيفكروا كيف الوطن يربح. شغلة حلوة انه واحد توصل فيه التضحية لهالحدود. استاذ وئام اهلا وسهلا فيك بجلستنا. كتير رح نعمل اشياء رح نحكي رح نتناقش رح نختلف رح نضحك رح ناكل. بالصحافة نشر الفضايح بسموه صحافة صفرة، بالسياسة نشر الفضايح شو بسموه؟ اللي عم تعمله شو بسموه؟ ماشي عم بعمل شغلة مش معودين عليها كتار من السياسيين اللبنانيين، خاصة اللي ساعدني انه انا من خارج النادي فت على السياسة مني عضو بهذا النادي وما حبيت كون عضو بهالنادي، حبيت كون اذا بقدر كون حالة ثورية داخل هذا النادي لأنه ما في كف في لبنان بحفلة التكاذب الصايرة. نحن من 43 بحفلة التكاذب على بعضنا. أوكي. بحفلة التكاذب طائفي وتكاذب مذهبي وتكاذب حزبي وتكاذب مصلحي عم بحاول أضرب القاعدة للخير العام أكيد أم لإصابة أشخاص معينين لا 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 لهدف لا سياسي لا لا أنا معين. بتعرفي أنت أوقات بنتقد ناس من صفنا السياسي لا منا ما إلها علاقة. طب ليه وئام وهاب مش غيره بتوصلوا الملفات الساخنة بتوصلوا القضايا الصعبة اللي ما بينحكى فيها؟ لأن أنا بفتش لأن أنا بفتش عليها. لأن في كتير ناس بتفتش ما بتوصلها القضايا يمكن بس ليه أنت بتوصلك وهالقد عندك هلأ الناس صارت عم تزودني فيها يعني كمان صارت الناس تجي تجيب لك إياها
لانه يمكن شافت عندي جرأة بطرحها صارت الناس تيجي تجيب لي اياها. ياما بيجيني ناس لبنانيين ما بعرفهم بكون بيجيب لك ملف بيقول لك هذا ملف اذا شفته محق بحكي فيه. استاذ وئام اول شيء شو بتحب تشرب؟ مع الوزير كيف شو بتحب تشرب؟ شو جوافه وفي مانجا. انا اذا ماي احلى شيء تكرم عيني لانه ماي. رجيم ماي. كمل ماي. بالرجيم ماي. ها ميرسي شكرا وسام. الغريب استاذ وئام انه في كثير ناس بتحبك كثير وفي كثير ناس ما بتحبك ما بدي اقول لك تكرهك. ايه مزبوط مزبوط غريب هالتناقض يعني ما هي ما هي ما هي ما في حياديه تجاهك ما في ما هي 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 اهميه الموضوع انه ما يكون في الحياديه يعني بيكون حدا بلا طعمه ما بيصير لا كره حدا ولا محبه حدا ما بيعني لي هالانسان ما بيعني لك ما بيعني لك يعني هي أسوأ شيء انه يكون ما بيعني لك بس اذا بتكرهي بيكون في سبب واذا بتحبي بيكون في سبب واثنين ومنيح بس هالتناقض كمان موجود بشخصيتك يعني باوقات بنشوفك شرس حاد قاسي وباوقات بنشوفك شفاف حنون انا ماني هيك بس ماني دمعتك رح تنزل هيك بمواقف يعني انا ماني ابدا شرس يعني ولا قاسي كل هالتصاريح الناريه وهالعبارات اللي بتوصف صاحب موقف صاحب موقف بس هي ما لها علاقه يعني انا فضل. مثلا بس مع ورد نثر لك الورود على العصير كمان هلسي اذا بدك من وين تبع رجيم ابو علي حطها هون ميرسي وسام دريان لا انا رجع اقعد مش فالل انا مني لا بالعكس انا كثير كثير عاطفي وكثير رقيق وكثير كثير بتاثر وكثير لحظات ببكي فيها وفي كتير لحظات بتبكيني. بس ليه بتروح على الشخصي؟ يعني لما تكون عم بتهاجم طرف سياسي معين بتروح على الشخصي ما بت مش يعني على الشخصي. دايما بتختلف معه بس بالسياسي بروح على المباشر مش على الشخصي. هلا يمكن غلط كمان اوقات تروح يعني على الشخصي يعني بتنعت اشخاص مثلا غلط غلط يمكن اوقات لفشكيري يعني بعض العبارات عن اشخاص معينين. السفيرة الامريكية استفزتني تستفزني طريقتها بالتعاطي مع الأمور إنه تضحمل حالة تطلع منان على زحلة تتقنع نايب مثلا كيف بده يصوت شغلي بتستفزني كلبناني. طب فيك تناقشها بطريقة باختلاف يعني في خلاف أنا وياه ما بيناقشوا معي ناقشوا معي مرة واختلفنا ما عادوا إجوا لعندي. طب السياسة بلبنان بنشوفها مسرحية وأنت حضرتك تحكي عن السياسة إنه مسرحية أنتوا بتعملوها مسرحية لتسلونا نحن والناس لأنه الناس ما بتحاسب في تواطؤ ما بينكم وبين الناس لا الناس ما بتحاسب لأنه الناس ما بتحاسب والصحافي ما بتعمل حساب جدي بلبنان. الصحافي المشكلة بلبنان إنه الصحافي عنده قادر الصحافي يعمل حساب جدي قادر لما يقول رأيه بأوروبا بيبقى بالمحطة اللي بأوروبا وبأمريكا إيه بتعمل حساب جدي. هلا بدنا نحكي هيك أسئلة سريعة بشكل كتير سريع. في رؤساء سقطوا نتيجة خبر. أكبر خطأ عملته بتندم عليه؟ التصريح اللي سبب موضوع الحجاب مع أني ما جبت سيرة الحجاب ندمت عليه بس ما مش صحيح واعتذرت كان. واعتذرت لأنه منه دقيق كان يعني أنا ما حكيت عن الحجاب ما لفظت كلمة حجاب تحدثت عن المرأة السعودية كيف بيعملوها أنا ما حرية المرأة وأنا ضد أنه يكون نص المجتمع مثل ما صاير مثلا بالسعودية نص المجتمع معطل لأنه المرأة ممنوع 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 تعمل شيء يعني المرأة بالسعودية بحق لها تحط شوفير تصوري أجنبي ما بحق لها تسوق سيارة بس حدا يخبرني كيف هاي القصة يعني. أستاذ وئام لو رجعت على الإعلام بتشتغل بالإعلام الرسمي أم بالإعلام المعارض؟ لا بالإعلام المعارض. الإعلام ما في إعلام رسمي. الإعلام الرسمي مش موجود. موجود لي في هلا إعلام رسمي بلبنان؟ مين الإعلام الرسمي بلبنان؟ في تلفزيون لبنان يعني ما هو المفترض انه يكون بعده؟ ايه بعده فاتح ما انا ما بشوفه بس انه ما بعرف اذا فاتح او لا يعني بس انه بس ما في عليه تمويل حزب الله بتقول صار زيتي تمويل حزب التوحيد العربي من وين؟ في ناس اصدقاء عم بيساعدونا في ناس مأيدين خطنا السياسي صايرين عمالي بيعملوا مشاريع مساعده لنا وفي حلفاء لنا بيزودونا بمال سياسي وما في حدا بلبنان بلا مال سياسي اللي بيقول لك هيك غير هيك بيكون كذاب. مين بيشبهك أكثر أبو طلال أم أبو ملحم؟ أبو ملحم ولا حدا منه مشاكل. أنت بتعمل مشاكل. بيشبهك شيء أبو طلال؟ بتشوف هيك في شيء يعني هالشخصية في شيء منك أو فيك شيء منه؟ أوقات بتحليلاته إيه 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 في شيء مني إيه طبعاً بشخصيته في شيء حسب شو يعني تحديداً؟
جرأة. بيطرق مواضيع ما حدا بيطرقها، وهذه الشغلة مهمة على طول. بدي ارجع للشخصي، يعني كثير بنشوفك بحياتك وشفناك بكذا برنامج تلفزيوني، قد ايه عندك شفافيه، قد ايه بتحب الفن، قد ايه بتحب الشعر. هو شاعر اصلا، انا بحسب هو الوالد والده شاعر. بس والده شاعر. انا ماني ما بنظم الشعر بس حافظ كثير وبتزوق. جربت تكتب؟ انا وصغير. ليه بتحفظ شعر؟ شو بفيدك؟ بحبه كثير. عالم الشعر العربي بيجاوبك على كل سؤال، بيجاوبك على كل شغله، بيجاوبك على بقرة كل يوم. الشعر القديم أم الشعر الحديث؟ في قديم وفي جديد حسب أنا ما الحديث يعني ما بدي أعطي رأيي فيه، بس أي أنا ما 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 عندي شاعر خاص يعني، باستثناء طبعا كم واحد بحبهم كتير يعني، أبو العلاء المعري، المتنبي، أبو الطيب المتنبي، مثلا نزار أباني بالحديث، أحمد مطر. أحمد مطر الشاعر العراقي مهم كتير وعنده شعر وطني حلو. بس بحب القصيدة أو بحب البيت الشعر. طب شو أكتر قصيدة بتحبها سمعنا إياها؟ هلأ في كتير قصائد. أحب قصيدة لقلبك وهيك من هالجو. في قصيدة حلوة للأخطل الصغير بحبها. أوكي كلني سمع. بيقول فيها عبي خاطب ظاهر وحدي، يمكن ما بعرف إذا حبه وما حبته أو ما، بيقول فيها بلغوها إذا أتيتم حماها أنني مت في الغرام فداها، واذكروني لها بكل جميل فعساها تبكي علي عساها، واصحبوها لتربطي فعظامي تشتهي أن تدوسها قدماها، لم يشقني يوم القيامة لولا أملي أنني هناك أراها. يعني يوم القيامة ما كان بشتاق له لو ما أملي أنه أراها بالحياة الثانية، ولو أن النعيم كان جزائي في حياتي والنار كانت جزاها، لأتيت الإله زحفا وعفرت جبيني كي أستميل الإله، وملأت السماء شكوى غرامي فشغلت الأبرار عن تقواها، إنه حتى اللي عم يعبدوا شغلتهم بهالشكوى اللي عم يحكيها، ومشى الحب في الملائكة حتى خاف جبريل منهم وعقباها. فإنه مشى الحب الملائكة حتى جبريل خاف إنه من عقبة هذا الأمر. طويل شوي بيقول بالآخر بيقول فدعني أكون حيث أراها، دع سليمة تكون حيث تراني، أم فدعني أكون حيث أراها بالآخر. حلو. شي مرة حبيت امرأة يعني كنت هيك عشت هالتجربة؟ لا ما عشتها. بس ما ممكن واحد يوصل بالحب لهالدرجة وتكون ما بتحبه الأخرى. لا طيب خليك عم تبتسم لو سمحت، طلع بالكاميرا لنتذكر هالجلسة الحلوة نحن وياك، وبوز للكاميرا. هاي هلا كيفك؟ صافا ماشي الحال؟ هلو ديما، اهلا وسهلا. هاي رابعة. وين رح تطل ديما صادق بعد الاو تي في؟ كتار عم يسألوا بعد ما تسألوا عن سبب ترك الاو تي في، خاصة وانه المؤشرات كانت بتوعد بمستقبل مهني واعد إلى عهالمحطة. فهل التغييرات الداخلية بروح ضحيتها الإعلامي مرات؟ ديما صادق بتخبرنا أكثر الليلة. في معرفة هيك وطيدة ولا على الهوى؟ في على الهوى عداوة. مش عداوة، على الهوى دايما على طول في خناقة انا وياه على الهوى. الله وكيلك بتعمل على طول محامية الشيطان. ايه ما هيدا الاصول. كل مرة على الهوى بده يقول لي اياها باخر الحلقة انه بنتخانق على الهوى. بس خارج الهوى لا. هيدا الاصول. ديما اهلا وسهلا فيك. ميرسي رابعة. ديما ما بين برنامج مسائي حواري برقم مرتفع على الام تي في وتقديم نشرات الأخبار وبرنامج نهاركم سعيد على الـ LBC، اخترت الـ LBC. ليه؟ هو موضوع ما كتير حابة أحكي فيه، وأنا ولا مرة قلت أنه عندي عرض من هون أو من هون. اللي مظبوط أني رايحة على الـ LBC، هلا الجرايد قالت أنه عندي عرض من مطرح تاني. أنا هيدا الشيء مش صحيح؟ هيدا الشيء صار بيني وبين
محطة معينة، هاي محطة يعني بالنهاية شيء صار بيني وبينه، ماني مخولة أنا لحالي إني أحكي عن أي شيء صار بيني وبينه، احتراماً ل احتراماً لإلها يعني وللجلسات اللي صارت بيننا. أخلاق مهنية يعني. نعم. Thank you. أبو طلال وينك؟ يلا بس عم بعمل صحة البيض والبطاطا. ديما تارك الـ OTV رايحة على الـ LBC. تعال صحة أنا شوف شو بدك. بس الرئيس السنيورة بخيل تارك لكم ولاد صيدا هلا. مع انه بيقولوا لك كرم شو بكم؟ بالكرم. معروفين ولاد صيدا بالكرم. كنت بدي اسألك سؤال وما سألتك، بس بدي أعرف سعد الحريري شو عامل لك؟ بس قل لي هيك دغري مباشرة سعد الحريري. ما عامل لي شيء، بدك تشوف شو عامل للبنان. هو عم يحكي بلسان حال اللبناني. انت بدنا نشوفك انت وياه تصالح توافق اذا بدك. قريبا قريبا. ما مطولة بقيت. ما مطولة. ما مطولة. يا رب. يا اخي كان في مساعي من شي كم شهر. ما حلو انه يتفق معه. سألني انا كمحاورة. مرة كان في تهدئة بيناتهم. انا انه صار بدي لقي شي مش انا عصمه على الهواء. قل له طلع له. ما بتحبوا لوئام وهاب الا معصب الا عنده ملفات ساخنة او مواقف. مش هو معصب. بينطروه انه لانه دايما عنده نهفات على الهواء. صح او لا. انا ما بكون معصب. بحس انه اوقات النكتة السياسية بتوصل للناس اكتر. وبيحفظوها أكتر وبتعلق براسهم أكتر. لا بس كتير النكتة بيكون ملفها جدي. يعني أنا بس زدتها بتكون مسألة جدية. بس عن جد أنا تعبت لما كان في فترة تهدئة أو كان في فترة تهدئة مع المستقبل. بتذكرها كتير منيح إنه هيدي مش معودة عليه هيك. عرفت عادة بكون ما خلصت السؤال بيكون بلش. فاعد فيي بآخر الحلقة بعد ما صلانا على الهواء. شو مش على طبيعتك. ديما رفعت الحصانة هو البرنامج اللي كان مفروض نشوفه على الـ OTV لم يبصر النور. ليه؟ لهالسبب تركته؟ لا رفعت الحصانة كان برنامج بلشناه مع عدة شخصيات منهم. كي استاذ وئام وهاب. تغير البرنامج لظروف انتاجية لظروف ما قدرت المحطة تحمل فكرة انه ترفع الحصانة عن لا لا اي شخصية. لا 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 لظروف صارت بالـ OTV خاصة بالـ OTV. بس هو كانت فكرته حلوة. انا يعني بعرف طلعت عليه. طلعت على اجوائه لانه بلشنا نحضر انا وياها حلقة عني. ويمكن في اذا حدا تاني بعرف عنه شيء خبرها. خبرني كتير وقتها. بس حلوة الفكرة كانت. وبعتقد من طبعا اذا حلوه الفكره ممكن نشوفه على الـ LBC. انا ما نقله لمحل يعني ممكن نشوف رفعت الحصانه على الـ LBC. دي خليني احكي بموضوع هذا البرنامج. هذا البرنامج كنا بلشنا نحضره لظروف خارجه عن ارادتي ويمكن اراده المحطه لتغيير يمكن بالهيكليه الخاصه بالـ OTV. هيدا البرنامج حطيناه على جنب وبلشنا برنامج تاني. فانه انا هيدي دائما بقولها ويمكن امرار تحرف حكي. انا ولا مره تركت الـ OTV لانه حدا منهم اخل باتفاقاته معي. بالعكس يعني دائما بقول انه كتير اعطوني يمكن اعطوني اشياء انا يعني انه يمكن اكثر مما انا بستحق. فعلا لاخر دقيقه كانوا ملتزمين معي. انا لظروف معينه يمكن الـ LBC حلم لكثير اعلاميين يعني. موفقه احنا بنتمنى لك على كل حال كل التوفيق. وبنحبك وين ما كنت. انا الـ LBC مش يعني ابدا مش لاي خلاف مع ولا حدا بالـ OTV. بالعكس لهلا فضل علي هالجماعه هن اللي طلعوني. وضحت الصوره. ديما اسئله سريعه لو سمحتي. كمشاهده الموضوعيه وين اكثر؟ على الـ LBC ام على الـ OTV كمشاهده؟ هيك بلشنا. ايه وعلى السريع بدي جواب. لا اوكي مش هون او هون. حق لك الـ OTV هي محطه حزبيه محسوبه على طرف سياسي. اما الـ LBC لحديت هلا منا يعني اليوم بالاحرى صارت مش محسوبه على حدا. فبطبيعه الحال الـ LBC. التحدي وين اكبر؟ تربيه ياسمينة دور الزوجه ام حوار سياسي على التلفزيون؟ تربيه ياسمينة. بكلمه ديما الامومه. بكلمه الامومه. عاطفة ما إلى حدود. ما فيني كلمة واحدة. العلوم السياسية. شغفي. جوزيف سماحة. فرحي وألمي. ثلاث كلمات وصفي فيهم أستاذ وئام وهاب لو سمحتي. ما فيني ثلاثة. أكثر شخصية بتجيب نسبة مشاهدين على التلفزيون. بس هيك. طب خليكي عم تضحكي ديما لو سمحتي. طلعي بالكاميرا وابتسامة لنذكر هالجلسة الحلوة. اللغة العربية حملت أوجه أستاذ وئام. وكل كلمة وكل حرف بيفتح هيك مجلدات وقواميس. بلشي معك. بلكن بلش معك أستاذ وئام.
بسحب بتسحب حرف انت بتشوفه ونبرمه بيكون في كلمه بدك تعرف لنا هالكلمه شو بتعني لك. صدق. صدق. قد ايه مآمن بنفسك انه صادق وقد ايه اللي عم بيصير اليوم ممكن يقنع الناس انه هيدا صدق؟ انا 100% مآمن بنفسي انه صادق. ما بعرف شو وهيدا بيحكموا عليك الناس فيه. وبعتقد انا من الناس من الاشخاص اللي الناس حكمت عليهم. حكمت عليهم على الاقل صرت حس حالي كثير قريب من الجمهور. بحس حالي في الي بتحس انه الناس كثير بتصدقك؟ ايه حتى وقت اللي ما بيتفق معك بالسياسي بصدقك. صرنا مشينا 6 سنين بمرحلة قدرت انا والناس نتفاعل مع بعضنا بشكل انه بيصدقوني بس اقول شيء. ديما نعم شو طلع لك؟ نون نور نور طلع؟ لا فكرت انا بدي نجاح. واو نجاح. ايه شو هيك متأملة انك تحققي نجاح اكبر بهالنقلة؟ اكيد طموحي الدايم باي فترة من حياتي هي النجاح، خاصة انه انا عندي هوس وشغف كثير كبير بشغلي من انا وهالقد بحلم فيه لهيدا الشغل، فهيدا الشيء هاجس يومي عندي. ان شاء الله بتحققي كل النجاح. ديما ابو طلال قدر. بتآمن بالقدر؟ انت انسان قدري؟ طبعا خاصة انه باخر فترة انا صرت اقول انه يعني بعد ما شفت انه بلبنان بطل في حل للسياسة قلت انه هذا قدرنا مضروبين اذا بدك بقدرنا انه هذه سياسة لبنان. يا كل فترة حرب يا اهلية يا طائفية اسرائيلية يا الزعيم فلان ما اتفق مع الزعيم الفلان خلص قدرنا تعودنا. بس قولي قدرنا من طب خلونا نرتاح مع العصير ونتابع. اوكي من شو تعبانة؟ من الحب؟ ايه من الحب. كثير نسوان بينغرموا فانه حسيت انه بتنعمل بالحياة. شو عاملة دارين؟ اول 100 سنة كثير صعبين عن جد. حدا بيقدر يضحك على حدا. شاف شو طمني؟ كله ماشي تمام، الصمود ما بدنا نزعله لاستاذ وئام. لا ما بيكون الا مبسوط، بيعرف طعم التمه منيح. هلا بيعطينا علامة بالاخر. استاذ وئام بتحب الاكل البيتي ولا بتحب الاكل البيتي؟ الاجنبي. ما 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 باكل الاجنب بس ما بحبه كثير. من ديات مين هيك بتحس الاكل حنونه اكثر بتعني لك اكثر؟ هلا مرتي شاطره بالاكل بس خواطر مع الاكل، يعني اوقات تهجم على المطبخ ما بتقعد تطلع منه. ما بتكون انت يا حرام عزملة مثلا شيء 20 30 شخص قولي كل يوم عندها شيء كل يوم. الله يعينا الله يعينا. ديما بتطبخي؟ كمان مرت شخصية سياسية بيكون دايما عندها اجتماعيات مهمة. هي كل يوم عندها ايه يعني قد ايه بتعاني يا حرام عن جد. بس انا بحب الاكل البلدي كثير. بتحب الاكل البلدي الطبيعي من الجاهلية يعني هيك؟ هلا مثلا بحب خبز الصاج كثير بحبه خاصة اذا سخن. النقيش الصاج بحبه يا عين. المجدرة طيب الفاصوليا طيب وغز طيب كثير المجدرة. نحن أهل جنوب مشهورين فيها. دقيق المجدرة الحمراء تعطيك الحالي غلط. كثير طيبة. يا هلا يا هلا. كيفك مادلين؟ أنا منيحة وأنت؟ شو أخبارك؟ اشتقنالك. ألبوم جديد، دور تمثيلي وعلاقة حب كبيرة. تحتار من وين تبدأ الكلام عن الفنانة مادلين مطر، وخاصة أنه إطلالاتها الإعلامية قليلة آخر فترة. فهل رح تكون مادلين مطر هدى سلطان على الشاشة أم الحب رح يسرقها من الأضواء؟ بقيت بحبك خلص على الغايب ده أنا قلبي دايب ومش على بعض ومن نساء. مادلين كيفك؟ الحمد لله بخير. أي الحدث الأقرب لإلك اليوم؟ هدى سلطان أم هند رستم على الشاشة؟ هدى سلطان إن شاء الله. ترددت احترتي بين الدورين؟ اثنيناتهم بدهم شغل واثنيناتهم عمالقة كبار بالسينما أو حتى بالتلفزيون العربي، يعني اثنيناتهم وجوه تخافي أنك تعملي أدواره. مش قصة ترددت بس بفتكر هيك رسيت آخر شيء. ديما عم نحكي عن التردد، ترددت بين العروض اللي إجتك يعني؟
بدي ارجع اقول لك شغله، انه انا في ايام كنت افتح الانترنت او افتح الجرايد ولاقي مكتوب اشي عن عروض انا ولا مره حكيت عنها، وانا لهلا ما باكد او بنفي انه صار انه كانت جايكي موجوده عرض من المحطه الفلانيه. لا لا يعني كليا ما خصني باي شيء نشر، كل شيء انا بقول لك هي انه كنت بالاو تي في وان شاء الله رايحه على الال بي سي، اي شيء ثاني نشر ما خصني فيه، في كون تكهنات صحفيين وانا مثل ما قلت لك باول برنامج انا اي شيء ممكن ان اناقشه بيضلوا بالاوض المسكره يعني، وكل شيء علني بقول عنه علني. مادلين شو بخليك تقبلي عرض او ترفضيه؟ مضمونه اكيد، خصوصا بالسينما او حتى بالتلفزيون ما بتعرفي مضمونه شو بيحكي، قد ايه بيزيد على رصيد اللي عملته، قد ايه بيقدمني لقدام. غنائيا لا بهمني كثير مضمون الاغنيه ككلام كلحن كتوزيع، تحس حالي اني جددت يعني. انا دائما بقول اذا الناس ناطرتني فوت من الباب بحب فوت من الشباك، يعني دائما بحب غير بستايلاتي، بحب لاني انا بحس اني مطربه كل الالوان. بس بالسينما او التلفزيون لا، الدور نفسه بيفرض عليك يا تاخدي يا ما تاخدي. هدى سلطان عم تتعرفي على هالشخصية، عم بتعيشيها، عم تشوفي أفلامها القديمة؟ بلشت أدرس الموضوع أكثر. أكيد أكيد، لأنه شوفي أنك ترجعي تجددي حياة فنانة عملاقة شغلة كتير كتير بتحطك بمسؤولية. في ناس بدها تنتقدك أنت، بتقولي يا بتشبهها، عم بتقلدها، أخذي روحها، مدري شو، فهو كلهم سيف ذو حدين يعني. موضوع طبعاً تمثيل الشخصيات عم تحقق امتين التصوير مدلين قريبا؟ يعني شوي لتزبط الاوضاع بمصر. انت عارف يعني هلا الوطن العربي كله عم يغلي للاسف، فيمكن كنا اخر شيء بنتوقعه نحن كفنانين انه تصير بالبلاد العربيه. نحن تعودنا كشعب لبناني، صح استاذ وئام؟ تعودنا على المحن وعلى المصايب، بس مزبوط. قلبنا عم يفرك على الشعوب العربيه عن جد، يعني كان قلبهم يفرك علينا، اليوم نحن كمان قلبنا صحيح يفرك علينا. رح نحكي عن هيدا الموضوع. انا قبل قلبي ما عم يفرك، انا مبسوطه لهم كثير. حرام لا لا، ان شاء الله ما رح حدا نحكي عن هذا الموضوع، رح نحكي بشكل مطول عن هالموضوع. ما حدا بيدوق لو مدلين غنيتك. هلا بنناقشها. غنيتك الجديده تعبانه، من شو تعبانه؟ من الحب اللي بعد ما نزلت تعبانه. من الحب، من الغرام، من شو هي مضمونه؟ بيقول ايه من الحب. هي انا حبيت كلامها لانه مضمون الاغنيه. حضرتك من شو تعبانه؟ لا مش من الحب الحمد لله، ما بتعاني من الحب. تعبانه من اللي عم بيصير هلا. عن جد الاوضاع السياسيه مش حلوه وما في شيء بيطمن للاسف، يمكن انتم سياسيين بتعرفوا اكثر مني. بس نحن يمكن اول ناس بيوقف شغلنا واخر ناس ليرجع يبلش شغلنا. فاكيد نحن يمكن تعبانين كفنانين من هيدا الموضوع. استاذ وئام، الحب بيبقى بعد الزواج؟ ايه بيزيد. والله بيزيد، ما بيصير ما بيتحول لشيء ثاني يعني، بيقترن بالاحترام بالتعود، بيبقى الشغف. ما بعرف شو بيصير، بس بحسه انا اذا عرفوا يعيشوا مع بعضهم بيزيد. اذا عرفوا يعيشوا مع بعضهم، هون الصعوبه ديما صعب. المؤسسه الزوجيه صعب، المؤسسه الزوجيه للشخص يعني بحاجه ليغذيها دائما هيك ويعطيها ويجتهد لحتى تضلها مكمله وتضلها مستمره. ايه ممكن، بس انا من اللي بعرفه يمكن من تجربتي ومن تجربه ناس اصحابي، هي اول فتره بتكون صعبه. لانه ايه اول فتره اول سنتين كثير صعبين، اول ست اشهر شو وبصير كثير فيهم. اول 100 سنه كثير صعبين عن جد. شو اول سنتين؟ اول سنتين بصير فيهم، لا عن جد بصير فيهم كثير مشاكل تيستقروا تيفهموا بعضهم يعني كل واحد جاي من ثقافه ثقافه شيء، هي مفكره بشيء هو مفكر بشيء. يعني انا كثير مثلا انا كثير تعبت معي تتعودت. انتو كنت كل ما توصلوا على الدمور تتخانقوا. تعودت على حياتي. صح؟ هي مخبرتك. لا ما بعرف، العصفوره خبرتني. الله يلعنكم النسوان. الله يلعنكم شو بتحكوا. بس هي كنا على طول بس نوصل هيك يطلوع نتخانق، هي ما تحب تطلع على الجبل، هلا صارت تسبقني. اكيد تعود. مادلين بدي اسالك اسئله سريعه لو سمحتي، مارلين مورو او هندرستون؟ اثنيناتهم بحبهم. ما تقولي هيدي شيء وهيدي شيء، هون بالدول العربيه هون بالدول الاجنبيه يمكن كانت، بس اثنيناتهم حلوين وشغلوا العالم. بس ما تقولي لي ام 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 يعني مثل ما بيقولوا لي اصحابي. انا شقره ديما لو سمحتي. انا شقره بس. بس شو يعني؟ بس شو ما بعرف. انا شقره. في مصطلح بينقال عن الشقره، بس ما بشبح حدا، بس ذكي.
بس ذكية لأنه الشقرة بالغرب أكثر شيء. لا حرام عليكم، ليش هيك يعني إنه الشقرة غبية؟ شو هالحكي هيدا؟ بكره حالي لما بعصب. بحب حالي لما بيكون قلبي طيب. عم يحكوا عن الزواج، ما في فكرة زواج قريب؟ دايلة إن شاء الله يا رب. إن شاء الله إن شاء الله. طب لو سمحت خليكي عم تبتسمي وتطلعي بالكاميرا لنتذكر هالجلسة الحلوة. وان يا اهلا يا اهلا. كيفك سليم؟ كيف صحتك؟ كيف العريس؟ بجنن. مبروك. ميرسي. ملحن وكاتب مرهف شارك بصنع نجومية العديد من الفنانين الجداد، وتعاون مع كبار الفنانين اللبنانيين والعرب مثل نجوى كرم، صابر الرباعي، وإليك فوري، يارا. سليم عساف بخبرنا الليلة كيف وليه قرر هو يغني أغنية صرتي إلي، وهل خسرناه كملحن وشاعر وكسبناه كمغني؟ علي أحميك مثل الورد داريك وبروح الروح افديك، والله لا أحد شاهد علي. مبروك الجيزة. ميرسي. كيف أول 10 أيام؟ شهر العسل. لا ايه شهر عسل بعدنا يعني حلو استقرار لهلا هيك بتحسي بشيء بشيء جديد، عم بتعود على حياه جديده، كيف بدي نسق وقتي، كيف بدي في كل شيء بيتغير، كل شيء سبحان الله. ايه هلا اتلتتكم مزوجين، بدك تنصح مدلين واهلا اهلا كيفك محكي. شو اخبار وسام؟ وين ابو طلال؟ خلص راح، خلص بعته مشوار. يلا تفضل. اهلا وسهلا فيك وسام. سؤال هلا يلا صار لازم. اهلا وسهلا فيك وسام. سليم هديت غنية لمرتك بيوم عرسكم، هل هي مقدمة لاحتراف الغناء؟ لا هي بطبيعة شغلي انا كملحن وكاتب، فب يعني دائما بسمع اول، دائما بقول انه بسمع اول شيء الاغنية بصوتي، وبعدها بنسق مع الفنان لمين بدها تكون الاغنية. اجمل هدية لقيتها انه يكون كثير من احساسك شيء تهدي لحدا، في هيك شيء ما بيموت يعني دائما بتتذكريه، دائما هيدي ما رح تنكب او ما رح تدبل او لا غنيه ومن قلبي كثير طالعه، فكانت بتخيل هديه حلوه. صرت الي اعلان ملكيه ام اعلان حب؟ لا هي حب بطريقه بتملكي شخص بطريقتنا كشرقيين، اللي هي انت بتحبي شخص لحد التملك، مش بشكل انه ما بتخليه يعمل شيء بحياته غير يكون لإلك بس هذا الإحساس المرهف كتير تجاه الشخص الثاني. أنا بالنتيجة شخص شرقي وشخص بحب بطريقتي الشرقية، لو عندي انفتاح ولو كتير قصص عندي بحياتي، بس كمان حلو الحب عنا كتير له مميزاته وخصائصه. بس مش الملكية. لا مش الملكية، مش الملكية بمعنى ممنوع تعملي شيء وممنوع تكوني مع حدا وممنوع تظهري مع أصحابك، بس هيك تملك مهضوم إذا بدك أو غيري حلو يعني. تخيلي أنت الزواج ملكية يعني تملك الزواج شو صك هو؟ بجانب ما في ايه هيدا يعني بتقبلي الزوج بهالايام، يعني بنحكي مع صحفيه مع اعلاميه مع شخص متحرر مثلك انه يقول لك زوجك انت ملكي؟ حسب اذا انه اذا بالمعنى العاطفي ايه اكيد، بس انه بالمعنى حريه المراه لا، يعني انا ما بتخيل حالي ممكن اكون مع شخص غير كيف هو احمد جوزي اللي هو عاطيني كل الحريه اللي انا بدي اياها بحدود مؤسسه الزواج. الزواج طبعا. وسام شو هلا هيك رجعت لحالك؟ رجعت لوسام. سهل قد ايه صعب كنت تعمل شخصيه ابو طلال، ويمكن اصعب انك تظهر من هالشخصيه؟ هلا بهاي الفتره اصعب انه اظهر من شخصيه ابو طلال، بس لك الشخصيه مش بيوم وليله طلعت، يعني صعبه. ايه صعبه لانه درست اول شيء 4 سنين بمصر تمثيل واخراج، ورجعت جيت لهون يعني ضليت شي سنه ونص حتى قدرت اطلع بسكتش بسوبر ستار. هيدا سكتش كان اول ظهور لي بالكاركتير الصيداوي، وانا دائما بقول انه المفروض يعني بكل اللهجات تمثل بلبنان، كسر وين الجنوب. ليه اخترت الصيداوي وركزت عليه هالشخصيه الصيداويه؟ اللكنه الصيداويه مهضومه، لانه اللكنه يمكن هيدا يمكن هلا الكاركتير باللي هو فيه من اللكنه الصيداويه، انا هيك شفت. وبعدين شيء جديد بس يعني عم اقول لك توصل استياء، يعني في كثير ناس من صيدا يمكن بيعتبروا انه هيدي الشخصيه ما بتناسب، يعني ما بتناسبهم انه تكون هيك بهالشكل على التلفزيون. انا كنت ذكرتها قبل هلا، حقلك شغله
انا بعرف انه في ناس مستقيم، بس انا دائما يعني دائما باي موضوع بحط الاشخاص بحدي الاطباع اذا بدك، بعدين بمشي. يعني في اشخاص لانه شيء جديد نكرزين او مستقيم مثل ما انت قلتي، لانه بالصيداوي وهن صيدا من صيدا مزعوجين، بس ليه؟ مش لانه انا عم ضحك ناس على هالصيدا، هيدي اكيد لا. وقلتها وبرجع بقولها، ما حدا بيقدر يضحك على حدا. يعني انا بس بدي اقول انه معقول نحن نكون عم نضحك على حالنا من خلالك ابو طلال؟ عم نضحك على مشاكلنا. انا بقول لك 100% إيه، لانه انا يعني مثل ما تفضل استاذ بيقام يمكن حضر حلقه او حلقتين بحس، بس انه انا كل المشاكل اللي بقولها ما حدا بيحكي فيها، او في احيان انه الموضوع بيتطلب جرأة وبقولها علني، عرفتي؟ وبوصل المسج اللي بدي اوصله عن طريق طريقتي بالكوميك اللي بلعبها، عرفتي؟ بس فيني اقول شغله بهذا الموضوع، أكيد. انه هو في دائما كوميديان لكل يعني كل منطقه لبنانيه صار في لها حدا بيلبس لها شخصيتها. يعني انا بنت جنوب، ميراي بانوسيان، يعني ما في اهضم من هيك كيف بتعمل شو اسمها انطعام بيقبلني الاستيز. ايه ما في اهضم منها، واكيد ما بتستفزني. في ابو رياض البيروتي، في كل كيف في كل منطقه في ارتين، وفي يعني كل واحد له نموذجه، فما بتخيل ممكن تكون شيء مستفز إذا واحد بده ياخذها بهيدا الإطار. ما ضروري يكون مسيء للمنطقة العامية. سليم، لنرجع لأعمالك الفنية ونشاطاتك، تعاونت مع كبار الأسماء، ماجد الرومي، نجوى كرم، صابر الرباعي، كارول سماحة، رامي عياش وغيرهم. مين بعد هيك الفنان أو الفنانة اللي بتحب انك تتعامل معه بتقول هيدا لازم لحن له او اكتب له؟ لكن ما عندي هاجس مين الفنان، عندي شوي شعور تجاه الاغنيه انه توصل وتنجح. يعني انا اعطيت كثير اغاني مش اسماء لامعه جدا ونجحت الاغاني، هون بحب اثبت حالي كثير. بحب الغنيه توصل للناس، بس مين اللي بغنيها؟ مين كيف بتوصل الغنيه للناس؟ بتعتمد اللهجه اللبنانيه البسيطه، بتصيب المشاكل الاجتماعيه او الحالات الاجتماعيه من البدايه. الحمد لله انه نجحت، يعني هيدي الصياغه بالاغنيه ماشيه صح معي، اللي هي البساطه مش بشكل انه ما يكون فيها عمق الغنيه، بساطه بشكل انه توصل الكلمة لإلك وأحكي عنك شيء أنت ما عارفة تفسريه. يعني بأغنية مثلاً أنت بتحبي أغنية شو سهل الحكي، فوصلت الغنية كتير واشتقت له كتير، فوصلت للناس لأنه طالعة من القلب وبمفردات شوي فيها تجدد، ومن اللغة اللي بنحكيها واللهجة اللي بنحكيها كل يوم، ما فيها فلسفة كتير وما فيها بساطة، فيها بنفس الوقت عمق معين. يعني امتين البساطة والشعبية ممكن تكون يعني تروح على الإسفاف؟ يعني في خيط رفيع بين انه نكون بسيطين وشعبيين، وبين انه نكون يعني في اغاني بنسمعها، في اغاني كثير حلوه، وبنفس الوقت بتسمعي اشياء بينسبوها للاغنيه الشعبيه، والاغنيه الشعبيه هي كثير اجمل من هيك، والاغنيه الشعبيه في لها حدود وفي لها مطرح، ما فينا نجرح في دينه الناس. الاغنيه الشعبيه مش لانه اسمها شعبيه يعني نحن لازم نستعمل كلام ومفردات بتنقال بطريقة غلط وبتجرحنا وبتضايقنا، لا. الأغنية الشعبية هي فن قوي جدا وفن قائم، وفيروز هي غنت الأغنية الشعبية اللبنانية والأغنية الشعبية التربية، ما بدي فوت بالتصنيفات، بس الأغنية الشعبية اللي بتنتشر هي البوب، هي اللي بتنتشر بين العالم. أكيد. لنتذكر هالجلسة الحلوة سليم لو سمحت، طلع بالكاميرا وابتسامة. مين إجا هذا؟ مين اجا؟ بونسوار. اجا دارين. هيدي لمدام رابعه. ميرسي. تفضلي دارين. تاخرت عليكم. كيفك؟ ميرسي على العزيمه الحلوه. شو اخبارك؟ شفتي الورد؟ دارين حمزي ممثلة، مخرجة ومسرحية لبنانية، قدرت بخلال 10 سنين من مسيرتها الفنية تنال ثقة الجمهور اللبناني والسوري والخليجي وحتى الإيراني. بعد أكثر من مسلسل عربي ولبناني وحوالي 7 أفلام سينمائية إيرانية، انطلقت اليوم للعالمية من بوابة السينما الفرنسية بفيلم أوتيل بيروت. شو بتقول عن هيدي التجربة؟ الفيلم اللي ممكن ينمنع عرضه ببيروت. تظهري عليه مع واحد فرنساوي؟ ما عم بصير فينا. شيل إيدك عني. كيفك دارين؟ صفا ماشي الحال. شو عاملة؟ شو هالخطبة؟ شو هالفيلم الجديد؟ ان شاء الله بيكون خضه حلوه للجمهور ان شاء الله. فيلم فرنساوي لبناني هو، بس انتاج لبناني فرنساوي، اخراج دانيال عربيد، وبطولتي وبطوله فرنساوي هو شارل برلين.
وبتمنى انه الخطة تكون ايجابية يعني ان شاء الله. دارين رفضت كثير من الادوار اللي عرضت عليك من مصر لانها بتقولي ادوار جريئة. صح. اوتيلات بيروت دورك فيه جريء، ليه قبلتي؟ اوتيل بيروت هل العرق بالفيلم الاجنبي مختلف؟ هلا هو مش عرق كليا يعني، بس انه جزئيا يعني. هلا اول شيء حبيت القصة، وبما انه فيلم يعني الاكيب تبعه فرنساوي والممثل محترف كثير، والقصه حبيتها كثير، هي قصه حب، قصه وحده مغرومه بتكون بشاب وبتكون بتغني عايشه صراع مع حالها منفصله عن جوزها وبتنغرم مثل ما كثير نسوان بينغرموا، فانه حسيت انه بتنعمل بالحياه، ليش بدنا نضل خايفين نعملها بالافلام؟ حطلي برمضان باربع مسلسلات منهم الغليبون والشحروره، وكثير يعني في ناس اعتبروا دورك جريء، ما خفتي انه هالشيء ياثر عليك سواء من عن شركات الانتاج او التلفزيونات اللي رح تعرض الاربع مسلسلات لحضرتك؟ هلا اذا قصدك بتول بالغالبون، اوكي هي فتاه محجبه، هي نقيض لزهى باوتيلات بيروت. الغالبون هو مسلسل رح ينعرض برمضان على المنار، وهي قصته قصه كيف بلش حزب الله بالثمانينات. واو. فانا اخذت بطوله فيه من اوتيل بيروت لزهى باوتيل بيروت. انا بنظري بالعكس العالم رح تحب كثير، لانه عم بشوفه دارين حمزه بزهى وببتول، وانا دارين حمزه لا زهى ولا بتول، يعني مش ملتزمه دينيا ولا بعلم بالحوزه ولا محجبه ولا بغني وبنغرم بفرنساوي وبعيش مغامره بالاوتيل معه. بس انا هدول النقيدين قديش هن يمكن يكونوا تحدي لك تثبتي جدارتك او قدراتك المهنيه؟ إيه بالعكس، يعني انا بنقي دائما شخصيات، مثلا شولا كوهين مثلتها جاسوسه ضد لبنان، انا لبنانيه بس انه بحب اختار شخصيات غريبة عني ومثيرة للجدل وبتحدى حالي فيها كممثلة، يعني إذا عم مثل شيء بيشبهني إنه خلص إنه بكون مش عم مثل، فبالعكس أنا بختار شخصيات. شو رأيك أقدر أتحدى حالي؟ تميز باللي عم تقوله دارين، يعني ما بعرف، يعني هي مهنتها التمثيل يعني بالآخر، مثل ما قالت إذا اختارت شخصيتها بتكون ما مش شاطرة من شاطرة بمهنتها. انت مع انه الممثل الشاطر هو اللي بياخذ كل الادوار بدون استثناء بالتمثيل؟ اكيد بالتمثيل اكيد، يعني أكيد. الممثل اللي بيقدر ينفذ اي دور اكيد يعني هو الاشطر، وهيدي الجدارة انا بحس انه عم تحدى حالي فيها كممثلة، ووصلت لمرحلة حسيت انه هلا قادرة اخوض هالتجربة. دارين هل في نسخة معدلة للسوق اللبناني ام دانيال عربيد يعني المعروف عنا انه ما بتساوم على مقص الرقيب؟ هلا دانيال ايه، لانه شو فيها الفيلم ليكون هالقد قليله خبريني لتحضري دارين شو عامله بالفيلم. انا شخصيا عامله تمثيل كثير حلو، لانه نسخه لبنانيه رح تحبه، بس انه كدارين هلا اللي بيمثل مجرم ما بكون قاتل عن جد، يعني تمثيل بالنهايه. انا مع دارين بصراحه، انا مع دارين بهيدا الشيء، لانه هذا تميز، تميز انه تقدر تثبت ذاتك بمحل معين بالتمثيل، وبمحل ثاني كمان انه تقدر تثبت انه انت فنان عم تأدي الدورين وتنجح مش بس بدور واحد يعني. صح، وانا بحب هيك يعني. دارين اسئله سريعه لو سمحتي، لو فيلم اوتيل بيروت هو انتاج لبناني كنت؟ لا هو انتاج لبناني، هو فيلم لبناني لحتى نبسط فيه كلبنانيه، لانه راح يشارك بمهرجانات. انتاجه فرنساوي لبناني، هيدي هي. لو كان انتاج لبناني 100% ليك انا بدي اقول شيء يمكن ينزعج منه الجمهور، بس انا بعدني ما مآمنه بالانتاج اللبناني 100%، لانه صح. اول شيء الاكيب الفرنساوي بيساعدك ترتاحي، وكيف تصور الفيلم كان بطريقه يعني احترافيه كثير عاليه، الممثل اللي مثلت معه مارق من 60 فيلم عامل بفرنسا ومعروف، كانت دراما، فبتحس بالراحه كممثل انت عم تمثلي بهيك شيء، بتحسي رح ينعمل بطريقه بروفيشنال ويكون كله مركب يبين حقيقي، بتكوني مرتاحه نفسيا. كانت الدراما اللبنانيه بتكون الاولى لو ما صار في حرب لبنانيه اهليه، لانه كنا نحن بتلفزيون لبنان انا يعني ربيانين عليه، وبنعرف انه كان اول تي في بس باللون وكلهم كانوا بعدهم بالاسود والابيض. صحيح. انا بعتبر الحرب هي وقفتنا، بس كجداره كفنانين مدلين كنا عم نحكي عن الجرأه، كمان بنشوفك جريئه بالكليبات، في فرق هيك، في خيط رفيع كمان ما بين الجرأه وما بين الاثاره او صحيح لازم تنوعي ولازم تكوني جريئه، حتى اذا بدك الجرأه مش دائما بالتعري، لا انا جريئه بالادوار اللي بعملها بالكليبات،
وبلاقي مثلا في ناس عم ترجع بتعمل نفس الشيء، مثلا تخت بيبرم، صرت اشوف كثير تخوتي بيبرموا بعدين، او حتى بتلون لي علي الالعاب البهلوانيه كمان صرت شوفهم. بس بدي عقب علي وقت قالت انه مصر بس بياخذونا للجرأه، هذا الشيء مثلا ما صار معي. انا الفيلم اللي عملته ابدا ما كان بخصص الجرأه ولا شيء، اخذوني كبنت مطربه ولعبت دور مطربه. بس اللي عم تقوله كمان كثير مضبوط بمحلات يعني. صحيح. يعني لو انا عم بحكي على الاشياء الرابعه اللي انعرضت علي. آه، أوكي. فانا يعني انا بنت عملت 7 أفلام بايران محجبه، وعملت باوروبا. انا بحب الفن يعني، انا بالنهايه خرجت معهد فنون وكفيت ماسترز بلندن، فاختيارات كثير بتكون دقيقه. وقت يعرض علي واحد انه بس ليحط المراه بغلاف ابتزال او يزيد مشهد بس لحتى يبيع، انا ضد انه يصوروها للمراه انه بمشهد تعري او هي سلعه او هي غير هيك المراه يعني. كثير كثير بشعه هالقصه يعني. بتشوفي بتطلع وحده بتغني، بصير تسمعي لا في موسيقى ولا في كلمات. هلا في جسم، بس الجسم مش للطرب يعني، لشيء ثاني. بس هو وقتهم فيها تعمل شيء ثاني، بس ما فيها. هلا صارت نسبيه، صار الجسم للطرب. لو سمحتي دارين طلع بالكاميرا وابتسامي على الكاميرا لنتذكر هالجلسه الحلوه. كيف 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 جورج عدوان اللي بنعرفه صاحبك؟ اي معقول انه هو مره وقعت طيب بحضنك. قلت قصرتيه مع اللون. بعد شوي هيك، بعد شوي وشيلها. لنسليكم اكثر معنا مجموعه شباب ادونيس. كيفكم؟ فرقه جديده هيك شبابيه، عندهم روح الشباب، روح المجازفه والمغامره. سمعونا شيء، وبعرف انه حسمعونا شيء لاول مره اليوم نسمعه، ما هيك؟ يلا كلنا سمع. حدا بيعرف شو بيصير فوق سطوح أدونيس، على سطوح أدونيس، ما حدا بيعدو ما حدا بيقيس، ما حدا ملاك ولا قديس فوق سطوح أدونيس. قد ما يكون حظك تعيس يمكن تلاقي لك شي عريس، حدا يحكي لك بالأحاسيس، أو حدا يكون قدك خبيس. ما كلنا رخاص وأنا رخيص، حتى الذهب بروح بتعيس. لا سرور في كافيار ولا في بلقيس، في بزر وماشي التفقيس، بشتي اشرف عأدونيس. على سطوح أدونيس ما في كذف ولا في تخنيس، ما حدا هون اسمه قيس أو ليلى، هون اسمه زينة وموريس.
مفتوح أدونيس مشلوح وحد القميص نجوم فوق كل جواسيس فوق سطوح شباب يعطيكم الف عافيه. حلوه كثير هالهديه. الشباب اولادك كيف هيك بيسمعوا موسيقى؟ قديش عم يتفاعلوا مع هالعصر؟ بنات رين تعزف جيتار، ريدا على البيانو. هادي وبشار؟ لا، بشار بحب كثير الفوتبول كثير، هادي عنده اهتمامات ثانيه سياسية. حد عنده اهتمامات سياسية؟ هادي شوي بحب الصيد وهيك شغلات يعني مثلك يعني. صحيح انه مرة وقعت بنهر بالجاهلية؟ انا وصغير ايه استاذ بيقام ما بيوقع انا طب كم خلصت ما بيوقع ولا مرة؟ بس خلصت كم مرة وقعت؟ طيب بحضنك قلت قصرتي مع اللون بعد شوي هيك بعد شوي وشيلها هيك حطها. كم مرة وقعت بالحب طيب؟ هلا بدنا نقول لك شو المشكلة؟ ثلاث مرات حب حقيقي. اوكي ما شاء الله. شو؟ والله كثير كثير ثلاثة؟ ايه في منهم 10 20 30 ديما بتحكيني بثلاثة. يعني في ولدني بالأول حب 16 سنة. كنت تعمل مشاكل وقت تروح لعندها بدك تشوفها أو شي نهار عملت شي مشكل كرامة حدا كرامة متحبة قصدي؟ لا صراحة لا لا لا. طب هل هضامة اللي منشوفها كنت عامل عندك مشاكل مع أمي أحسن أستاذ بيام؟ هل هضامة الموجودة هالروح النكتة والمرح بالسياسة موجودة بالبيت؟ يعني بحياتك اليومية في ضغوطات وصعوبات هيك سياسية بتنقلها على البيت أم كمان ما فيك تمرق الأشياء لكن ما فيك يعني؟ بس أنا تعودوا علي بيتحملوا معي الأولاد ومرتي. بس ما فيك يعني بالآخر شو اليوم التلفزيونات وكله. عندك أصدقاء بس سياسيين بتختلف معهم بالسياسة ولكن هن أصدقائك؟ إيه. مين؟ أنا بعرف طار. مين ديما؟ يعني مثلا الأستاذ نوار المشنوق صاحبي بنختلف بالسياسة. طب المطرح الإنساني هون كيف قادر يفصل الإنسان مع الأستاذ يعني؟ جورج عدوان صاحبي بنختلف بالسياسة. كيف كيف كيف؟ جورج عدوان اللي بنعرفه صاحبك؟ كنا اصحاب يعني. هو ذاته. طب بتقعدوا بجلسات مثل هالجلسه بتعزمون على العشاء بيعزموك على العشاء بتتسايروا كاصحاب؟ ايه يعني انه هذا على طول نحن وياه. بس استاذ جورج قلنا شيء يمكن 6 سنين ما التقينا. اوكي هلا تفسرت اكثر يعني. يعني ممكن مثلا شي مره يكون دكتور جعجع عندك على العشاء؟ انا زايره اكثر من مره لإله بمعراب قبل ما يفوت على السجن. زيروا أكثر من مرة وحاكين كتير شغلات ومتناقشين كتير خاصة بوضع الجبل يعني بعد من حرب كم الجبل. هاي؟ ب 92 91 عرفني عليه أول مرة الأستاذ جورج أستاذ مارسيل غاني.
طلعنا قعدنا انا وياه ومارسيل. طبعا كنت بفتره انا بنعرف بعضنا بس معرفه غير مباشره انا وياه. لعبت دور معين بالحرب بينهم وبين فريق تاني. كنت صغير بعدني يعني صحافي مبلش جديد عمري 22 سنه. بتحن للصحافه؟ بحبها بحن لها بس ما بحب ارجع لها. اوكي. استاذ وئام، لو انا وليد جنبلاط كنت بشكل سريع كنت شو؟ كنت شو بعمل يعني؟ اللي عم بعمله هلا. ديما صادق، لو انا وزيرة اعلام كنت كنت منعت مقدمات نشرة الاخبار، كنت طلبت من التلفزيونات انهم يلتزموا، يعني كنت منعت بشكل من الاشكال الحزبيه الكثير كبيره بالتلفزيونات. مدلين مطر، لو انا فيروز كنت يا لطيف يعني الانسان اذا بيحلم ما معقول شو هالحلم العظيم، يعني كنت ما قدرت عملت اللي هي عملته اكيد، يعني اللي هي عملته ما كنت توصلت انا اعمله هالقد بحبها وهالقد بلاقيها انه رمز للفن العربي. سؤالك غلط لان فيروز ما بتتكرر. اي طبعا طبعا يعني هيدا بس الانسان هيدا سؤال افتراضي والانسان من حقه يحلم يعني ما في شيء. لا بس بدي اقول لك شغله، لما قلتي لي قلبي دق انه ايه معقول انه هو طيب في احلام ممكن تحقق هذا حلم. لا مثلا لو انا لو انا فيروز كنت طلعت اكثر على الاعلام لانه بيكونوا الناس هالقد قاتلين حالهم، بس عدم ظهورها هو هالي كمان يعني وقيمه لها. يعني انا مثل ما هي مثل ما هي بكل افكارها بكل اعمالها بكل شيء منشوفه فيها بالمبهم تبعها، هون سرها للسيدة فيروز. سليم عسيف، لو كنت محمد عبد الوهاب كنت لحنت اليوم ل كنت بتخيل نفس اللي عم بعمله هلا كان صار، لانه الجيل بينتقل يعني نحن بعصر عم يتقدم. وبس كمان للي بعد اللي عم تقوليه كمان في شيء، حتى لو ام كلثوم عايشه لليوم كانت بدها تستخدم التكنولوجيا اللي عم نستخدمها اليوم والتوزيع والالحان الجديده، بدها تاخذ من الملحنين الموجودين اليوم. هذا جيل بيمشي. دارين حمزه، لو انا انجلينا جولي كنت لا هذا السؤال شد انا حبيتها. كنت شو؟ انا كنت شو؟ طب لو انت انجلينا جولي شو كنت؟ ما ناقصها شيء المره، بس كنت حابه انه تسالي وانت ما ناقصك شيء. لو وزيره الثقافه شو كنت عملت؟ يلا كنت دعمت كثير النقابه، حققت كل هالمشاكل اللي عنا اياها يعني بالنقابه، ودعمت الفن والدراما اللي بلبنان لانه الممثل والفنان هو واجهة بلد، فيا ريت بيرفع يعني من قيمة البلد الثقافة تبعته هي الواجهة. فيا ريت كنت انا وزيرة الثقافة. لو انجلينا جولي كانت النقابة كلها انتسبت يعني كانت كلها ابو طلال، لو كنت انت رئيس جمهورية، انت مش هلا مش وسام، انت ابو طلال شو كنت عملت؟ كنت كل واحد بده يفكر سياسيا ومذهبيا وطائفيا حبسته. شيك ابو طلال برافو يلا انا بعرف شو وقت يصير في يعني شويه حساسيات هيك وحزازيات بين اللبنانيه. عن جد بحياتي يمكن ما بروح بسهر بمطارح شوي سهرات شوي مشبوهه، بس المهم انه بروح لنايت لكذا لشيء. ليه؟ لانه بشوف شغلي، بشوف انه بهاي المطرح بيجتمع المسلم والمسيحي على جميع المذهب او طائفته، بيجتمعوا كلهم سوا بهاي السهره، بيكونوا عم يدبكوا، بيكونوا عم يرقصوا، بيكونوا عم بغنوا. وحياه الله بحب هالمنظر. صحيح. وكمان الثقافه اللي بنقلها لانه بيكون في قالته حول وزاره الثقافه. حول وزاره الثقافه يعني بتشوفي اسوأ بلد يتعاطى مع موضوع الثقافه والفن هو لبنان. إيه؟ إذا بتشوفي موازنات الوزارات مثلا بيطلع معك مثلا وزارة افترضي للجسورة أو الطرقات مثلا مليارات، للثقافة حاطين هيك شيء مشي شيء بخجل مشي هو الواجب. طب ليه أستاذ وئام أنت يوم من الأيام كنت بالوزارة؟ ليش؟ أنا كنت بوزارة البيئة كمان ما عندها موازنة. بدنا نعمر البلد يعني بأوروبا مثلا تتخيلي وزارة البيئة بيسموها وزارة الوزارات أو وزارة الثقافة عادة بالدول المحترمة نفسها وزارة الوزارات. عندنا لا بتروحي على المي وعلى الكهرباء وعلى الطرقات وعلى في خطر على بالي هلا بيتين شعر بس قريتك. يلا بيقول شاعر: أرأيت أسوأ حالة من موطن كبراؤه والدهر من أعدائه والعلم فيه مطارد ومكافح
كالفقر أو كالداء من زعمائه. حلو حلو. زعماء ما بيقدروا أو أو قيادات ما بتقدر للفن ولا السقافة. يعني أنا بعمل كتير حفلات بيبقوا فيها موجودين سياسيين بيقدروا وبيشجعوا، بس تجي على الموازنات ما في شيء. ليلتها ليلتها تجي على مصاليبنا لا إنه إنه بدي أقول لك شغلة رابعة. البلد نحن بلدنا قايم على التخشيخ، يعني على القطاع السياحي والسقافة هي من أهم. السقافة والبيئة هن من أهم يعني مقومات يعني لبنان. تتخيلي أنت تتخيلي أنت بلد أو دولة بتحترم نفسها فيها صباح مثلا او وديع الصافي ما بيقدروا يتحكموا. تخيلي شو الدوله المرتبه. صحيح. لا واصدقاء ما عندها اي احترام لنفسها بيضطروا يتحكموا بسوريا. تخيلي انت يعني تخيلي انت مالله لما نروح نمثل بسوريا او بالخليج او بمصر او بنتضايق كثير وقت حدا يقول لنا انه معقول شو عم بيصير عندكم. هيدا بيعطينا يعني نوع من خجل. طب هيدي معاناة الممثل، معاناة المغني او الملحن او الشاعر هيك سليم؟ هي نفس الشيء مرتبطة ببعض. يعني حتى قبل شوي الموضوع اللي كنتوا عم تحكوه انه عن التمثيل، هو مرتبط الفن مرتبط ببعض، التمثيل بالمغنى بالتلحين. يعني استسمعي شي مسؤول بيعيط لشاعر يقعد معه، بعيط لمسقف يا قرناه، بركي استاذ بيقام لفنان بركي، لانه سلطه الشعر احيانا اقوى من سلطه السياسه بالمفهوم. هي اكيد اكيد. اجا بدي اقول لك شغله، اجا واحد رئيس جمهوريه بده يكرمه لسعيد عقل مره. نعم. قالوا له انه بده يكرمك، ما بدي اذكر الاسم يعني عيب، قالوا له فخامه الرئيس فلاني بده يكرمك. قال لهم بده يكرم سعيد عقل؟ قال له ايه. قال لهم يعني انتو بكون شيخ ودتو جنيتو انا بدي اقبل يكرمني رئيس جمهورية؟ قالوا له كيف يعني؟ قال لهم ليش عايام داخلكم بتعرفوا مين كان حاكم انجلترا عايام شكسبير؟ قالوا له لا والله ما بنعرف. قال لهم ايه عايام سعيد عقل ما راح تعرفوا مين كان حاكم لبنان. نعم يعني همك لا يصير بيناتنا خبز وملح. شو رايكم نتفضل على الطاولة؟ جعنا ما هيك؟ جعنا يلا متنا بيجوا تفضلوا عملتي لنا قصاص تفضلوا. اهلا وسهلا فيكم، نورتونا وجوعتونا. حلقتك حلوه بس موتينا من الجوع يعني. ربيع عندي اعتراض، انا الوحيد ما اخذت لي صوره. يلا تفضل، مين موقفك يعني؟ بعد متذكر ناطرتها. بتحبي كثير التصوير؟ طب يلا ابتسامي للكاميرا لو سمحت. معكم بحب كثير التصوير. شو رايكم نسمع فانيسا نصار؟ هاي فانيسا. فانيسا Thank you.
ميرسي فانيسا. بدي احكي الشيف شغلي بشبعك هذا اللي جيب لي فينا هو يعني مشكل فردي هذا. لا مش مشكل فردي. شو لك علي انا شو بكون؟ خلونا نخاف. شو حابين الاكل؟ انا ايه بس بدي احكي الشيف شغلي قبل ما بلش. يلا يلا معالي الوزير. ليك طلع فيني كثير حلو بشبعك هذا اللي جيب لي. لا شو جيب لي؟ ترك لك ثلاث هلا صار لك اربع ساعات قاعد عم تحضر تجيب لي اياه. رايك بشبعوني اياه؟ بدنا نزلت لك اياهم معالي فيك جد بعضهم اليوم ما تحت الهم. وليش جايب؟ هيدي هيك هيدي اللي فيني ساج لانه اللي شفتك من هونيك لهون صرت دي ونقضوا اربع مرات. قايم جيب لي ميرسي شيف. شو بدلين بعد؟ اوكي يلا. في بعد في بعد ولا يهمك قد ما بدك فيه. مدلين ما سمعنا صوتك. سمعناك عم تحكي. بدنا نسمعك عم بتغني. اول مره بغني انا وعبيكم. يلا ما انت بعدك ما بلشتي اكل. يلا يلا رح سمعكم كلنا سمع يا جماعه اخر اغنيه عملتها كلمني اسمع لك. اوكي هي رومانسيه مشان هيك الاكل او فينا ناكل. لا اكيد فيك تاكل. تعال على نفسك شوية واسأل عليا وإن كنت زعلتك في حاجة انساها ليا ما تغيبش يوم عني ما تشيلش يوم مني فهمني غلطي وقولي بس عملت إيه تعال شوف بعنك في بعدك ايه بيجرى بموت بدال المرة في اليوم ألف مرة حاسة اني مش عايشة وبجد ليك وحشة أيامي وانت بعيد عيشها لمين ولي كلمني أسمع لك اندهلي ارجع لك تجرحني مش خايفه انا خايفه على زعلك لو خدتني بذنبي وتقسى على قلبي دي قسوتك احن من بعدك عليه ميرسي من الغناء لموضوع مختلف ثورة بسوريا اللي عم بصير هلأ بسوريا منشوف سوا هالتقرير ما هيدي هي خلينا نشوف هالتقرير منشوف هالتقرير بنبلش حكي يلا لمن بنقول ثورة يعني بنقول في ظلم والثورة تسمية بتصح لمن بيقوم فيها أهل البلد ضد نظامه لما بنقول ثورة عربية يعني في نظام عربي ظالم لما بتبلش الثورة كتار اللي بيخنوها ولما بتقطع نص الطريق كتار اللي بيروها بدمهم ولما بتنجح الكل بيحييها وبيدعي انه دعمها من البداية ولما بتفشل او بيتم احتوائها بينقال مؤامرة مدسوسة وبتنشطب من كتب التاريخ اذا كنا اليوم متفقين انه اللي صار بتونس وبمصر واللي عم بيصير باليمن وبليبيا هو ثورة شعبية ليه بقيت سوريا والبحرين استثناء؟ وبالوقت اللي انقطعت أخبار البحرين بقدرة قادر بعد الأخبار عن التحركات الشعبية بسوريا مستمرة الوقت أثبت إنه الثورات العربية بتنجح وعم يثبت إنها وطنية قدي ممكن نقول الشي زيته عن اللي عم بيصير اليوم بسوريا أو بكفي ننطر تيثبت العكس معالي الوزير رفضت تسمية اللي عم بيصير بسوريا ثورة ليه؟ أنا مع أي نظام علماني خاصة بالمنطقة عنا خاصة بعد ما قويت القوى الظلامية التكفيرية وأنا ماني مع التكفير أنا ضد التكفير أنا مع الانفتاح الديني بسوريا في مجموعات تكفيرية تقوم في معارضتين بسوريا في معارضة أنا أحترمها معارضة علمانية ديمقراطية تطالب بمطالب مشروعة وهذا حق لها
وأنا بتمنى أنه هذه المعارضة تلاقي الرئيس بشار الأسد لنص الطريق تيعملوا إصلاح حقيقي بسوريا. ولكن لا، أنا مني مع حكم مطالب الشعب هالتحركات الشعبية. شو اسمها؟ ما اسمها ثورة؟ لا لا، هذه بعض الناس تستغل الجوامع ونهار الجمعة أنا مني بالشكل أصلا بالشكل منا ثورة. هذه محاولات مدبرة. فينا هو يعني مشكل فردي هذا؟ لا مش مشكل فردي، بس بالآخر صار أتلين 100 عسكري بسوريا. صاروا 200، انا سمعت من معناتها صاروا 100 عسكري بسوريا أتلانين، معناتها في انتفاضة مسلحة. ديما اللي عم نشوفه اليوم تحركات شعبية، يعني اللي عم نشوفه على الانترنت، على الفيسبوك، على التلفزيونات، شو اسمه؟ لا انا ما بدي فوت بنقاش ايه او لا، انا في عندي شغلة واحدة فيني اقولها، انه كل البلدان العربية هي بلدان ما بتعرف الديمقراطية بدون اي استثناء. المثل اللبناني يمكن هو شيء شوي يعني استثناء، بس منه بلد ديمقراطي يعني. لا استثناء منه منه هالبلد يعني. ايه يعني استثناء لحاله، مش يعني نموذج ديمقراطي موجهة ايه يعني، مش ديمقراطي exactly. طب اذا كل الانظمة العربية هي ديكتاتورية ايه، مش لا ديمقراطية. لا تختلف بين الديكتاتورية وبين الحكم الفردي وبين الحكم العائلي وبين الحكم الحزبي، ولكن ما في حريات بالعالم العربي. وانا بتخيل انه لما يكون في شعب عم يتحرك ممكن يكون في توجهات تدميرية، بس اكيد اكيد انه بعد 60 سنة من القمع بالعالم العربي ككل، ما بدي احكي عن كام عيان، الا ما يكون في شعب بده يقوم. يعني الشعب عم بيقوم كل شيء له خصوصيته. كل شيء له خصوصيته. يعني مصر في ثورة حقيقية بينت، ليبيا في مجموعة من العملاء ماشيين مع 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 تدمير. يعني بتشوفي انه مجموعة استقدموا الاجنبي طيقصوا ببلدهم، مجموعة من الناس اللي عملاء للاجنبي. منه هالبديل عن القذافي بالاخر. بس بدي زيد شغلة بهذا الموضوع، انه انا عندي قناعة راسخة انه يمكن اكيد اسرائيل هي عامل اهم عامل سلبي بهاي المنطقة، بس أنا بلاقي إنه من أهم عوامل خسارتنا قدام إسرائيل على مدى 70 سنة هلأ هو خسارة معركة الحريات الداخلية. يعني طالما نحن أنظمتنا منا أنظمة ديمقراطية، ولو إنه يمكن نحن ما حنوصل لنظام ديمقراطي كامل، بس طالما نحن حريتنا مقموعة، طالما الفرد العربي مقموع كليا، هيدا أهم عامل خلينا نخسر على 70 سنة قدام إسرائيل. أنا مع لازم الحرية بالعالم بس العربي. بس يعني إحنا أنا عم بتناقش بالبدائل المطروحة. يعني ليس المطروح بدائل ديمقراطية لأنظمة غير ديمقراطية، المطروح بدائل دينية متعصبة لأنظمة علمانية. لا انا بفضل مصر ما اثبت هالشيء، مع انه كنا خايفين من التايمنج. بدي اسمع لو سمحتوا عشان ما نروح بالحوار. من يومين كان في خبر ومزعج كثير. المحافظ طبعا بوافقك رأي 100%. ديما بنقله هيدا على الحوار مع الوزير، بنقله على الحوار سعيد بالبي سي لو سمحتوا. يعني بدنا نسمع رأيك هي وايد جكرني. شو بعمل؟ بدي اسمع مدلين. ما بتغير عادتها. شو بعمل؟ بثورة مصر الفنانين يعني انقسموا، وفي فنانين انحطوا على لائحة العار او على اللائحة السوداء. بسوريا كمان يعني سمعنا كثير اراء لفنانين. الفنان صعب او ما لازم يعبر عن رايه السياسي، بخاف على حاله. مع اللي صار بمصر مع الفنانين خلونا نخاف. صار في وين حريه رايك؟ وين حريه الراي؟ يعني هاي استهداف الحريه الفرديه. شو لك علي انا شو بكون؟ يعني شو خصك اذا انا لابس، اذا انا كمراه، انا اذا محجبه او اذا لابسه سوري مظلط، شو لك علي؟ يعني انا في حريه فرديه بدك تقدسها، ما لك علي. بس الفنان وقع بالمعمعة يعني بطلوا يخلونا. يعني اذا بدك تعي ناخذ فور اكزامبل مثلا تاريخ عادل امام، قد ايه كان عنده نفوذ على عهد الرئيس حسني مبارك، الا انه بافلامه كان يشتغل ضدهم. يعني كان يحكي ضد حسني مبارك، كان يشتغل ضد النظام، بس كان دائما يبجر شخص الرئيس. هيدا كان مكرسه مصريه. ما بدنا نفوت بنقاشات هيك بكل موضوع. بس انه هلا محطوط على دائره سوداء. حضرتك خطيبك سوري، يعني بتوقع بهالهيك هالارباك اللي عم بيصير. في كثير ناس واقعه بهالارباك، انه اللي عم بيصير بسوريا شو؟ ليش موقفنا واضح من كل الثورات العربيه، ليبيا، مصر؟ ليش بسوريا عندنا ارباك من هالموضوع؟ لانه اللي قاله استاذ وئام صحيح. يعني اذا انا عندي كثير معارف، ما بدي بس اقول لك خصني بخطيبي مثلا، لا عندي كثير معارف كلهم بيقولوا مثل ما بقول استاذ وئام. ما تنسي انه سوريا بعدها لليوم الوحيده هي واحد
الواحد واحد التعايش يعني المسيحي بسوريا في مارس شعائره بدون اي مشكله. الدرزي صحيح. نفس القصه صحيح. العلوي السني الاسماعيلي الشيعي ما حدا بيسال ما حدا بيسال ما كان عنده حتى جنسيه مين الكردي لهلا ما كان عنده جنسيه في ظروف معينه لا خلص نحكي بعدين مساله كرديه عربيه هي مساله كرديه عربيه وفي كثير من الاكراد دخلوا الى سوريا يعني خلصه وعاشوا بسوريا يعني هيدي كمان فيها انت ما تنسي في ناس لهم 70 سنه بلبنان ما معهم جنسيه يعني في ناس في انت اذا كمرأة لبنانيه تزوجتي فلسطيني او سوري ما فيك تمنحي تصوري ما الله يعني شو النظام الديمقراطي ما فيك تمنحي ابنك بتروحي على بريطانيا بخمس سنين بتاخذي جنسيه بتروحي على امريكا بخمس سنين بتاخذي جنسيه يا رب منحنا استاذ انا مش دارين بدي اسمع رايي شو هيك يا هرب بدي اسمع رايي دارين بس ما بعرف شو قبيله يعني دسم يعني دارين عم تحكي كانت مدلان عن هالترابط يعني بين لبنان وسوريا بين اللبنانيين والسوريين في كتير ترابط قديش المشاعر الخاصة والشخصية بتطغى على رأينا السياسي أحياناً قديش عم بتشوش رأينا السياسي أنا شخصياً أكيد عندي كتير أصدقاء أنا بس راحت على واشنطن عملت هالدورة شغلت لي بالي بس راحت على واشنطن عملت هالدورة من وقتها بطل يطلع معي شغلت لي بالي من وقتها ما عدت طلعت معها بتعملي واسطة يطلع معي شو دارين خلص بدنا نسمع دارين وسليم وابو طلال بشكل كثير سريع لجوزة خلص على جنب بعدين ديما صديقة قديمة انا اكيد ما تغير ديما انا بعرفها من زمان دارين سليم جاوبيني على سؤالي انا عندي كثير اصدقاء بسوريا شفت شغلي كذا مسلسل هنيك وعندي كثير شرابي هي روحت امريكا بتعمل اكثر من هيك يلا هي روحت واشنطن بتعمل اكثر انا ما بغير مواقف القوميه العربيه لو شو ما صار بس خلص خلي دارين بدنا نسعى لانه الوقت يعني تقريبا يلا انا رابعه تساعدة عم ساعدها بالحلو كثير عم بتساعدني كثير هلكتني دارين مثل ما قلت عم قلك باختصار شديد لو سمحت انه نحن كممثلين لبنانيين بحكي باسمهم كتير مأثرين على الوضع لأنه نحن كتير منشارك معهم بأعمال وعندي كتير أصدقاء مخرجين وممثلين نتضايق على اللي عم بيصير لأنه هني كمان مش عارفين لوين رايحين وأنا شخصياً خايفة من كل هالموجة لأنه مش عارفة شو من بعدها رح يصير مين هيدا الخطر اللي إيه مش عارفين شو عم انفجار الظاهر ثورة الظاهر ثورة المضمون الامريكان بكره بياخذوهم هيدا شرق اوسط جديد هلا مبسوطين 3 4 اشهر نحن بالثوره بعد سنه بنشوف هيدا شرق اوسط جديد كانوا عم يحكوا عنه ما بيقدروا لو سمحتوا بدي اسمع راي سليم ما حكي سليم يا جماعه كبر عقلك كبر عقلك يا جماعه ما نسمع راي العريس شوف شو بعاني معه بالمقابلات ما بخلي حدا يحكي هلا بحكي من رؤيه مش سياسيه ما عندي خبره كثير بالسياسه بس بؤمن من وجهة نظري أنا أنه السياسة الحالية ما فيك تعرفيها صدق لوين أو شو هي غير ما يمرق تاريخ عليها طبعاً تاريخ هو بيفرجيك شو اللي كان عم يصير قبل فهذا شو ما نحلل بتخيل شوي في لغط رح يكون بس من ميلي كإنسان كفنان كشخص حب كمواطن عربي لا شك بتأثر بأي أي شوكة بتدق بأي مواطن عربي أو أي بلد عربي نحن مشكلتنا عطول رابعة مسكن ختام مع أبو طلال نحن مشكلتنا عطول منحب اللي بيعملوا غيرنا بس ما بنعمله يعني أكتر بلد نحن بحاجة لثورة بس ما بنعملها بس للأسف. نظام لا بس غير يعني ما بدنا نفوت ابو طلال بحاجه لثوره لثوره صحيح علي او اختم ابو طلال لو انت ما انبسطت باللي صار بمصر بلا اوكي خلص أكيد. بس بمصر بس بدي اقول شغله اول شيء اكيد اللي عم بيصير بياثر علينا كلبنانيه ثاني شيء نحن هون كلبنان ما فينا نقول بثوره لانه ما في ثقافه وحده اول شيء ما في غلطه في طب اختم لي هالموضوع لو سمحت انا بس بدي اقول انه يا ريت اذا الاستاذ بيقام وهاب يعني بخف شوي هيك الخطابات هيدي التهيجيه للشعب والقوية يعني ممكن تهيجك تهيجي للشعب على الأقل أنا عم بقوله إنه خطاب تهيجي للشعب طيب شو رأيكم سليم هلا ترتب لنا لطفلنا هالأجواء تخفف هيك من هالسلبة بغنية سليم يلا كلنا سمع سليم أنا وياه ما في اثنين أكثر غنية العرس يلا لأماني هالغنية منحييها لأماني ونقلها ألف مبروك ونختم هالجلسة الحلوة مع صوتك الحلو الغنية صارت سمعتها كتير لأنه أول نهار اليوم بجي لعندي وبتركها لوحدها فمن وقت ما تجوزها لا فحغني هالغنية
اشتقت له لحبيبي اشتقت له يا قلبي من اطلع وروح اقله عغيابه جرسوني دمعاتي وكل الناس علي عم بيدلوا مثل النار عم يركض جوا عروقي احجار الدار حست فيي وبحروقي رح بعود ليك يا عيوني روقي والشفاف بكره ببعضن بيغلوا. شفتوا الفن؟ شفتوا الفن كيف سكتنا؟ هيدا دليل قديش الفن هو أهم من أي شيء وأقوى من أي شيء، وكل الحب لكل الشعوب العربية أكيد. خلونا نختم مع فانيسا. هو اللي بيبقى مثل العادة. هو اللي بيبقى يعني بيبقى الفن أكيد. فانيسا نصار غير أنتوا عم تحكوا بغير لبنان، بلبنان ما بيبقى. Yeah.